روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق. اللات يلت لهم السويق، يعني يفت لهم، يعطي الحجاج التمر مثلا. نعم. قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. حتى أصبح من أكبر الأوثان التي تعبد من دون الله، نسأل العافية والسلامة. نعم. وكذا ولا تقوم الساعة حتى يعبد اللات. نعم. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. السرج المصابيح. شيخ الإسلام وأنت دائما ضعها في رأس عالم يقول عندنا العوام واطلع منها سالم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: زيارة النساء للقبور من كبائر الذنوب. احنا ما استطعنا اليوم نمنع بعض الرجال من ما يصنع عند القبور، فكيف لو دخلت المرأة والمرأة عندها لا يوجد عندها صبر وجزع وأخذت تبكي وتتمرغ في التراب، ماذا تصنع؟ فأحسن حل قل: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن زيارة النساء للقبور من كبائر الذنوب وانتهى الأمر. نعم. والمتخذين عليها المساجد والسرج، سرج المصابيح، مصباح مؤقت ما في إشكال، إذا كنا ندفن في ليل أو عند الفجر ما في إشكال، مصباح مؤقت ويرفع، أما نضع الورد والعلامات والكتابات والرخام وما إلى ذلك لا، كله ممنوع. نعم. والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. من رحمة الله بنا أن كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بهذا الخلق العظيم. لقد جاءكم، أي والله لقد جاءكم، ثلاث مؤكدات: رسول من أنفسكم، يعني من البشر، وفي قراءة من أنفسكم من أشرفكم، عزيز عليه أن يشق عليه ما يشق عليكم، باذل غاية جهدي في جلب المحبوب ودفع المكروه، لم يترك شيئا يقرب إلى الله إلا وأمر به، ولم يترك شيئا يبعد عن الله إلا ونهى عنه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، أي على هدايتكم. فإن توليتم، لا، قال فإن تولوا. لماذا؟ لأن المؤمن لا يمكن يوصف بالتولي، حتى وإن كان هذا وقع عند البعض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمون له، وإن تكوا طالحة، لا، ما تذكر هذا في جنائز أهل الإسلام، إن تكوا غير ذلك، أدب في الكلام، مثل ما قلنا هو على ملة عبد المطلب. جاءت مرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله أخبرني أين ابني؟ جاءه سهم قبل أن تبدأ المعركة، ولم يعرف هذا السهم من أهل الإسلام ومن أهل الكفر. قالت: يا رسول الله أخبرني أين ابني؟ إن كان في الجنة صبرت، وإن كان ما يمكن تقول في النار على ابنها، حتى إن كان هذا واقع. قالت: وإن كان في الأخرى فلينظر الله ما أصنع. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرة الدنيا يصيبه أمرأة يتزوجها فهجرته إلى لا، ما يمكن يكررها الآن هنا لأن مذمومة هذه الهجرة، فهجرته إلى ما هاجر إليه. مفهوم؟ إضمار، وهناك إظهار، وكثير هذا. عمر رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة، الزكاة جابر الزكاة، امتنع من إعطاء الزكاة ثلاثة، منهم خالد رضي الله عنه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكو من؟ يشكو خالد للنبي صلى الله عليه وسلم، منع الزكاة. المقام مقام إيش؟ مقام دفاع. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يدافع عن خالد. قال: فأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. المفروض يقول تظلمونه، صح؟ كرروا مرتين. قالوا: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قالوا: من الرجال؟
قال أبو بكر لا، لازم يذكر عائشة مرتين ويحبها، صح؟ قال أبوها كررها مر، هذا الحب هنا يكرر، أما الشرك كذا ما يذكر أصلا، يلغى. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. فإن تولوا، ما قال فإن توليتم، الآية كلها خطاب، لكن انتقل هنا لماذا؟ حتى لا يوصف أهل الإسلام بهذا. وللتنبيه الشيخ الآن عندما يحفظ القرآن وتتغير الضمائر ويأتي كذا وكذا يتنبه ويقرأ، نعم، لا يقرأ على وتيرة واحدة، صحيح؟ نعم. فإن تولوا، نعم، وأنت فإن تولوا فقولوا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، فقل حسبي الله. نعم. وقول الله تعالى، بعض العلماء كان من مشايخنا إذا قرأ الإمام في الصلاة هذه الآية لا يستطيع أن يبدأ الدرس حتى يفسر هذه الآية، نعم، ما يستطيع. نعم. وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تدفنوا فيها موتاكم. أو متقرر عند الصحابة أن القبور لا يصنع فيها عندها شيء من العبادة، يعني صلوا اجعلوا شيئا من صلاتكم في بيوتكم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد في الدور. إيش المساجد في الدور؟ يعني مصلى، هذا يجعل له مكان في البيت يضع فيه مصحف ويطيب هذا المكان دائما، حتى الأولاد والمرأة وهو يأتي يصلي النوافل هنا، حتى لا يجعل البيت كالمقبرة. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تدفنوا فيها موتاكم، أو لا تجعلوها خالية من الصلاة من العبادة. نعم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري، إذن من باب أولى غير هذا من القبور، عيدا. العيد يجينا كم مرة؟ مرة في السنة أو مرتين، صح؟ يعاد ويتكرر. ولهذا نقول عيادة من؟ لماذا؟ لأن تعود وتكرر عليه الزيارة. قال لا تجعلوا قبري عيدا، تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم، في كل جمعة، في كل شهر، في كل سنة، عيد. نعم. طيب وصلوا علي. طب ماذا نصنع؟ قال وصلوا علي. طب من أين؟ هذا الأخ مسافر المدينة، هذا يقابله في الطريق، قال وين رايح؟ قال المدينة. قال سلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصلوا علي من أي مكان؟ لماذا؟ لأن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ من حيث كنتم. نعم. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. كيف؟ بقول عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمة السلام. نعم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته الثقات. نعم. وعن علي بن الحسين أنه رأى، هو أراد هذا، أراد أن يذكر آل البيت، أن هذا رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا يصنع؟ يحذر من الشرك. وأن كانت فرجة في ذاك الزمن عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها ويدعو، نهى. وهذا في حال أهل البيت، يعلم الناس التوحيد ويحذر من الشرك. نعم. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه، وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. يعني لا داعي أن يزاحم ويدخل عند القبر. نعم. رواه في المختار. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. الآن انتهى من القسم الرابع وشرع بالقسم الخامس. القسم الخامس هذا فيه أنه ظهر أناس زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقالوا له أنت لماذا تدعو للتوحيد وتحذر من الشرك؟ الشرك ما يقع في الجزيرة، ها الشرك هذا الذي تراه في الجزيرة هذا ليس بالشرك. أخوانا هذا شرك؟ قال لا 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 ليس بالشرك. أو الشرك لا تقع فيه الأمة كاملة قاطبة. كيف؟ فرد عليهم بهذا الباب. إذن هذا الباب لدحض
حجة والرد على من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة وفي الجزيرة العربية، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. طيب هذا ما وقع في قلب الشيطان، ولم يترك نسأل الله عليه السلام الإغواء، وهذا ظن الشيطان، وهذا مخالف عندنا، هذا الفهم اللي فهموه مخالف للكتاب سيأتي معنا والسنة وقول الصحابة والسلف أصلا. ثم الصحابة رضوان الله عليهم قاتلوا أهل الردة أين؟ فين؟ في الجزيرة العربية، ولو كان الشرك لأقع في الجزيرة. إذن قتال الصحابة المرتدين هذا ليس بصحيح، تمام؟ المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة يذكر أصحاب المذاهب الأربعة أشياء يكون بها الإنسان نسأل الله عليه وسلم مرتد حتى وإن كان في الجزيرة. وش الفرق بين الشرك في الجزيرة وخارج الجزيرة؟ وهذا الأحاديث الآن واضحة وغير هذا. نعم، على اعتبار هؤلاء يأتوا بشبهات، ثم أيسى أن يعبده من؟ المصلي موحد، يعني غير المصلين لم يأس منه، أو أيسى من الكل ولم يأس من البعض. نعم. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون به يا رجل، هذه الآية في من؟ في أهل الكتاب. وهو يقول باب ما جاء أن هذه الأمة، ما علاقة أهل الكتاب بهذه الأمة؟ لا يتضح إلا بالحديث. الآيات الثلاثة الآن لا يمكن أن تربط بين الباب والآيات إلا بالحديث، ولهذا المؤلف حكيم ذكر الباب والآيات الثلاثة ثم ذكر الحديث، كأنه يقول حتى يرتبط المعنى معك، مفهوم؟ فإذا كان الذين أوتوا الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وأنا سنتبعهم، إذا لابد يقع هذا في الأمة كما وقع في كما ورد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. نعم، ألم ترى؟ استفهام إنكاري. أوتوا نصيبا حظا من الكتاب، العلم لا يعصم من الوقوع في الشرك، الذي يعصم هو الله سبحانه وتعالى. يؤمنون بالجبت والطاغوت، إذا آمنوا بالجبت والطاغوت وكان منهم، ولابد يقع هذا في الأمة. نعم، آية ثانية. وقوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. اليهود زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستهزئ بالمسلمين، فقال لهم الله، يعني معنى الآية، من أحق بالاستهزاء؟ الذين حلت بهم العقوبات من اللعن والمسخ والغضب، أو الذين سلموا من العقوبات؟ من أحق بالاستهزاء؟ الذين حلت بهم العقوبات. واليهود ما استطاعوا ينكروا هذا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا هذا في الأمة السابقة، لا، عرفوا أن منهم من كان مسخ قردة وخنازير نسأل الله عافية السلامة. وكانت القردة موجودة قبل، نعم موجودة قبل، موجودة في قردة حيوانات، يعني هي أكرمكم الله، نعم موجود. طيب لماذا مسخوا قردة؟ لأن الجزاء من جنس العمل. قال لهم الله سبحانه وتعالى: قولوا حطة، يعني اغفر لنا خطايانا. قالوا حنطة. حرم الله عليهم الشحوم، جمعوها أذابوها وضعوها كل عثمان. ادخلوا الباب سجدا، دخلوا ويزحفون على استهم. قال لهم الله: كونوا قردة. هل الإنسان مثل القرد؟ هل أول خلق الإنسان قرد؟ ها يا رجل، اليوم هناك من يقول أن أول خلق الإنسان قرد، كيف نصدق هذا؟ والله لو يأتي بمليون نظرية أصلا كذبوه، حتى الطبيب هذا الذي كان مع دارون يقول دارون كذاب، وضع هذا السن في الجمجمة، هو يقول كذاب. نصدق دارون ونكذب كلام الله سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. عقيدة ما يمكن نتراجع عنها. عندنا مسلمات في الدين في هذه الأيام، والله بهذه الأجهزة وبهذا الكلام غيروا لنا المسلمات. إبليس الآن قال: لا لا تقول إن إبليس في النار، إذا إبليس ما هو في النار من في النار؟ طيب كيف عقيدة كل مسلم معروف إنه إبليس؟
الآن مسلمات غيروها، واللي يتكلم في نظرية داروين مشكلة. إخواننا كلام رب العالمين، كيف أترك كلام رب العالمين؟ قال هذا عنده نظريات وإثبات، ووجدوا قبل 2 مليار سنة كذا 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 جمجمة وأثبت أنه والخلق الإنسان قرد، ما يمكن. مسخ قردان نكاية بهم، نسرع في السلامة. هل القرد الموجود الآن بقية أولئك الممسوخين؟ لا، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كل أمة مسخت لا يبقى لها نسل، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذا الشاهد الآن، إذا كان فيهم من يعبد الطاغوت وأن سنتبعهم، إذا لابد يقع هذا في الأمة. نعم. وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نعم، يعني قالوا إما الحكام في ذاك الزمن أو الذين لهم الرأي، لأنهم عظموا هؤلاء. سبحان الله، المفروض يعظموا من؟ قصة أصحاب الكهف فيها تعظيم لمن؟ لله سبحانه وتعالى. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن أخرجه؟ اليهود واليهودة، يصح إما بالرفع أو بالنصب، لأنهم الصحابة استعظموا هذا الأمر. كيف بعد هذا الدين ودين كمل ولله الحمد، وهذا النصح من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بعد هذا نتبع سنن، وفي رواية سنن طريقة وطريقة، هم اليهود والنصارى، أو أتعني اليهود والنصارى؟ استعظموا هذا الأمر. قال فمن إن لم تتبع هذا من تتبعه؟ نعم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيه إخبار وتحذير طبعا، نعم، عن أن نسلك طريق هؤلاء. ولمسلم حذو القذة بالقذة، الآن هذه ريشة السهم دائما، الريشة هذه دائما الريشة في الغالب تشبه الريشة الأخرى للسهام، فقالوا أنتم تشابه اليهود والنصارى كما أن ريشة السهم تشبه الريشة الأخرى. نعم. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. زوى أي جمع لي الأرض. كيف؟ الله أعلم. آمنا صدقنا وسلمنا، فرأى المشارق والمغارب، وامتدت الفتوحات الإسلامية في عهد عمر رضي الله عنه من المشرق إلى المغرب العربي. آية من آيات النبوة. نعم.